ملفنا هلا هو الملف العجيبي، الملف يلي ما بحياتنا سمعنا فيه الا بلبنان. بتنزل على السوق بتشتري خط سيلولار بتحطه بالاباري لحتى تستعمله، فجاه انت كمواطن ما معك خبر، شو بتكتشف؟ بتكتشف انه خطك ما بيقدروا يحكوك لا من الخط العادي ولا من خطوط اللي برات لبنان. هاي بعد ولا مره سمعنا فيها بولا بلد بالعالم، يعني اكثر دول بيعتبروها مش متحضره مش موجوده. واللي بعد ما صار بولد بلد بالعالم انه الناس المواطنين المستهلكين يلي عم يدفعوا ضرايبهم، عم يدفعوا حق الخط، يعني انا بفتح حق شغلي بدي اخذها ماشي، عم يدفعوا للاسف ثمن خلاف بين وزير وموظف برتبه مدير عام. بنشوف سوا. أكثر من 25 ألف خط اليوم على الشبكة الخلوية عم يتلقوا خدمات منقوصة بوقت صار قطاع الاتصالات بالعالم عم يتحضر ليدخل الجيل الخامس، بعد المواطن اللبناني ضحية الخلافات السياسية. نحن نزلنا رينج 50 ألف رقم، نبيع تقريباً نصهم 25 ألف. الخسائر كانت لو ما نزلنا الأرقام، يعني لو طلعت السوق السوداء وصار الأرقام الموجودة، يعني الطلب أكبر من العرض، فبيصير السعر اللي عم تعرضه أغلى وبيصير السوق السوداء هي اللي بتستفيد من هلا الفرق بالسعر. شغلة سهلة كتير، بدها 5 دقايق تعريف على الكمبيوتر، ومش أول مرة، يعني ما تنسى في 380,000 خط بالخدمة كلهم ماشيين على معاد ثابت. هذا شيء خطأ وغلط وكذب، بس أنا بدي أروح افتراضاً معك إنه هذا الشيء مزبوط، شو خصهم هن بالموضوع؟ ماكسيموم بيبعتوا شكوى على الهيئات الرقابية، بيوقفوا مصلحة كل المواطنين، بيوقفوا خطوط البلد، بينكلوا بالمواطن المعتر اللي جاي يشتري خط 25 دولار لأنه ممكن نحن عم نبيع خطوط. أول شيء نحن ما عم نبيع خطوط، وتاني شيء كل البروسيس شفاف، وتالت شيء هن اللي عم بيعملوه إجرام، يعني ما انعمل بولا بلد بالعالم. بتنكل انت ب 50 ألف مواطن لأنه حدا خبرك أنه يمكن الوزير عم بيعمل مدري شو بالخطوط. اليوم هيدا شغلة غريبة عجيبة والمخالفة للقانون كلياً، أنه هو بيراسل حاله وبيعطي تعليمات لحاله وبيراقب حاله، يعني هو كمدير عام الاستثمار الصيني بوزارة الاتصالات بيعطي تعليمات لرئيس مجلس إدارة أوجيرو ومدير عام أوجيرو، بيراسلوا بعض وبيعكسوا بعض، هذا بيقول له نفذ، هذا بيقول له ما بدي، يعني عرفت كيف؟ هو ذاته الزلمه. في تقرير من ديوان المحاسبه، في تقرير من الخدمه المدنيه، اثنيناتهم بيقولوا انه هذا الحاله شاذه، فلازم اكيد ننهيها. يعني انا بقول لك الحل انه السلطه التنفيذيه وقتها حترجع تركب تاخذ اجراء. اذا ولسبب مجهول مستخدمي المجموعات الرقميه المفتوحه لحساب شركه تاتش 78975000 لغاية 78999999 والمفتوحة لحساب شركة ألفا 79300000 ولغاية 79324999. هل مستخدمين عم ينحرموا من حقوقهم التخابرية الكاملة بسبب حجب المجموعات عن الشبكة الثابتة والدولية واقتصار عملها على الشبكة الخلوية بس؟ والأعذار اللي عم بسمعنا إياها السيد عبد المنعم يوسف هي تنويم للرأي العام المتضرر الأول والأخير. لأي متى بده يضل المواطن يتحمل نتائج الخلاف السياسي ويدفع ثمنه؟ لو بدهم يحكوا جالس كانوا من الاول ما قعدوا يخترعوا قصص وملفات ويكذبوا على اللبنانيين، وساعه سيرين 300 مليون وساعه سيرين 65 مليون وساعه سيرين، وكل مره بيتكذبوا وبيتحقق الموضوع بيطلع كذب وبعدهم يكذبوا، كيف بده يحكي جالس؟ ما بيقدر يحكي جالس، ما خلق لا يكذب. والمواطن حرام هو اللي بيدفع ثمن هذا الموضوع. فعلا المواطن حرام على طول بيدفع الثمن بكل شيء. اولا تما ينقال انه احنا اخذين طرف، مع انه بهيدي الملفات على الاكيد نحن بناخذ فيها طرف، بس نحن اكيد بنعمل واجباتنا. اتصلنا مرارا وتكرارا بالسيد عبد المنعم يوسف من اسبوعين، من اول حلقه كان المفروض يطلع هذا الملف، صرنا بنتصل بالاستاذ عبد المنعم يوسف لحتى ناخذ الراي الاخر، ما اجينا رد، اصلا ما رد علينا. اكثر من 25 ألف خط بين ايدين الناس مش ماشيين 100%، هن اللي بالسوق 50 ألف،
في تقريبا 25,000 او اكثر بين ايدين الناس مش ماشيين 100%، وبعد في اللي قدهم ما انباعوا كمان، بعدهم مطروحين هلا موجودين بالسوق. الناس من بيوتها ما بتقدر تطلب هيدي الارقام، والناس من برات لبنان ما فيها تحكي مع هيدي الارقام. معلش يعني اليوم اول شيء صار في اكثر من 50 شكوى او دعوه او مراجعه بحق عبد المنعم يوسف، ومنهم شكاوى جزائيه. طب نحن اذا ما بدنا نكون ما لنا طرف يا اخي مع ولا فريق، نحن ضد فريق، ولكن الحق لازم ينقال، لازم واحد يحكي الحق للناس على الهوى. لما وزير بيدعي على مدير عام بجرم الاهمال وانه عم بيخسر خزينه الدوله مصاري، بتضل الدعاوى نايمه، ما حدا بيتحرك، هيدا منه مقبول. اول مره راسل فيها وزير الاتصالات استاذ عبد المنعم يوسف حتى يمضيه على برمجه ارقام جديده، بيجي الرد روح على مجلس الوزراء جيب لي قرار. يعني بغض النظر ان كان الوزير هو الوزير سحناوي او غيره، مين ما كان الوزير، نحن اليوم قدام اكاديميه جديده بالاداره ما حدا سبقوا عليها لاستاذ عبد المنعم يوسف. بعدين قصه تجاره الارقام هيدا بحث ثاني واتهام خطير. انا بعتقد كل اللي بينزلوا على الوزاره بيشتروا ارقام حلوه بسعر الرسمي بدون ما يدفعوا دولار زياده، وكل القوى السياسيه اللي كمان اخذوا ارقام حلوه اخذوها بلا ما يدفعوا مصاري زياده، ومن كل الاطراف حتى اللي ضد سياسه الوزير سحناوي، ومعروفين من الاشخاص ومعروف من كل الاحزاب اللي راحت واخذت ارقام حلوه ودفعت حقها مثل ما الوزاره بتحطها. هيدي لحتى ما ياخذ الملف طابع سياسي. والاهم نقطه اساسيه ما بتجوز، في نوع من انفصام بالمناصب. يعني شوية تقيلة للبنانيين يكون في مدير عام بأوجيرو يكون هو أستاذ عبد المنعم يوسف، بنفس الوقت رئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو يكون كمان أستاذ عبد المنعم يوسف، مدير عام الاستثمار والصيانة بالوزارة يلي بتشرف على أوجيرو يكون كمان أستاذ عبد المنعم يوسف. نحن ما عنا شيء ضده، ولكن ياخد منصب ياخد اثنين، ما في ياخد ثلاث أربع مناصب. يعني اليوم يعني هو بيراسل نفسه، ما في حدا يحاسب، هو بيحكي مع حاله، هو بيقرر لحاله. يعني هيدي في مشكلة هون بالموضوع، إذا ما في محاسبة يعني الرقيب واللي بيحاسب هن نفس الشخص، لازم نسأل هيدا السؤال. ومن الآخر نحن نتمنى كلبنانيين، أنا بحكي بسمح لحالي أحكي باسم الناس اللي اشترت هيدي الأرقام، ما تدخلونا بخلافاتكم السياسية، في خطوط دافعين حق اللبنانيين بدها تمشي، وبترك الحق مفتوح لأستاذ عبد المنعم يوسف. إذا عنده أي رد مقنع أكيد نحن جاهزين، مع أنه برجع بعيد اتصلنا فيه مرارا وتكرارا ما كان يجاوب. الهدف الأساسي من هيدا الملف مصالح الناس اللي واقفة كرمال يعملوا انكيات. الناس ما إلها علاقة، الناس مش ذنبها، وبحكي جالس احنا ما رح نقبل بقى يكون المواطن ضحية. ولحتى نعمل خطوة وهيدا واجبنا، اليوم تحرك بعض المواطنين من خلال برنامجنا واتصلوا فينا، قررنا نوكل المحامي الأستاذ جورج خوري يلي هو رح يهتم بالشق القانوني لهيدا الملف، حتى ما نكون عم نحكي تنحكي، وحتى نكون بالفعل عم نفعل، ولحتى نكون عم نعطيكم الحلول وشو البروسيدجرز اللي لازم تتبع بهيدا الملف. خلينا نشوف قانونيا لوين رحنا. بعد السؤال والاستفسار عن الموضوع تبيننا انه هيئة أوجيرو هي اللي بتربط هذه الخطوط بالشبكة الثابتة، وبالتالي يمكن للأشخاص أن يستعملوا هذه الخطوط، وهيئة أوجيرو لهلا بعدها عم تمتنع تعمل هالشيء. الوزارة هي بتطلع أرقام، الوزارة طب بتسلمهم للام تي سي والألفا، الشركتين هودي بيسلموك إياهم بيبيعوهم، ووصلوا يعني بتشغيل هول خطين مين بيشغلوا؟ هي أوجيرو. نحن بصدد تقديم مذكرة ربط نزاع مع هيئة أوجيرو. مذكرة ربط نزاع هي عبارة عن كتاب يتوجه للهيئة بوجوب ربط هذه الهوادف الخيوية بالشبكة الثابتة لكي يتمكن أصحابها من الاتصال فيها. عندما يتم إبلاغه من هيئة أوجيرو يفترض أن تجاوب، يعني ترد علينا. إذا ردت بالامتناع عندها يمكن الطعن بهذا الامتناع تبع أمام مجلس الشورى الدولي عبر تقديم مراجعة أبطال. إذا لم ترد يعني ولم تجاوب خلال مهلة شهرين، عدم الرد تبعها يعتبر رفض ضمني، وبالتالي هذا يعتبر قرار بالرفض، ويمكن عندها مراجعة مجلس الشورى الدولي. كل متضرر، كل شخص اشترى خط دفع حقه ومش قادر يشغله له الحق بمراجعة مجلس الشورى الدولي عبر مراجعة أبطال وبوجه هيئة أوجيرو. إذا نحن تحركنا اليوم، حكي جالس
بيدعي كل مواطن لبناني شاري خط ببلش بسبعة تسعة أو بسبعة ثمانية وما عم يقدروا يحكوكن من الخط العادي أو من الخط الدولي، يتصل فينا لحتى ينضم للائحة ربط النزاع يلي رفعت إلى هيئة أجير. ونحن بهمنا الحل، بهمنا الناس تمشي خطوطة، ما منتعاطى بالسياسة ولا بهيد الخلافات. وهيدا الملف رايح من عنا إلى شورى الدولة، وأنا بدعي جمعيات حماية المستهلك إنها تتواصل معنا، لأنه كمان هيدا الإجراء بخالف قانون حماية المستهلك. ما بقى حدا يسكت عن حقه، مثل ما قلت بأول حلقة، نحن مش ملاقيين مصرياتنا على الطريق، متعب فيه ومس نشتري شغلة بدنا نخلق.